اول فاحمد فتحي راح النادي الاهلي وهو لعيب كبير ونجم، القرار اللي هو خده هو الوحيد اللي يقدر يجاوب عليه. يعني في ناس كتيره جدا انا ما بحبهاش سواء في الاعلام والميديا والحاجات دي بيخشوا ياخدوا قرارات اللعيبه اميره، لا انا يعني انا مش حابب كده خالص. هو من الناحيه الماديه، من الناحيه الاعلاميه، من الناحيه الثقافيه، هو فكره بيفكر في ايه؟ في لعيبه كتيره يقول لك انا بعد ما ابطل كوره مثلا مش هشتغل في الكوره، فمش محتاج الحاجات دي، بيبص لها من الناحيه الماديه. ولعيب تاني يبقى في موقف شخصي حصل معاه او حاجه حصلت قدامه، فممكن يبقى واخد القرار ده من التجديده اللي فاتت. فكل ده انا ما اقدرش، بيبقى شايف الانسب ليه ايه في المرحله دي. هو شايف ان هو راجل ما شاء الله عمل كل حاجه، خد كل حاجه مع النادي الاهلي، مع منتخب مصر، فاضل سنتين ثلاثه في عقده، هو شايف ان ممكن ده ما يضيفلوش حاجه، ده وجهه نظري لكن انا ما اعرفش هو بيفكر ازاي. فقال لك لا ابص لها من الناحيه الماديه، ويكون هو مأمن مستقبله بشكل كويس. لو هو مأمن مستقبله كويس يأمنه كويس جدا جدا، لو مش مأمن مستقبله يأمنه كويس. التوقيت اللي انتقل فيه أحمد فتحي لنادي بيراميدز خدمه ولا ضده؟ لا بص خليني أقولك على حاجة، يعني أنا ممكن حتى جمهور النادي الأهلي يزعل مني شوية. اتفضل. هو النادي الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدا في تجديد العقود، مش عارف ليه، رغم ان عنده كل الامكانيات الماديه وعنده لجنه واثنين وعشره، لا يعني ما ينفعش لعيبه زي مثلا احمد فتحي وكان قبل كده عبد الله السعيد وحتى وليد سليمان. النادي الاهلي ما بيديش خوانه ان ممكن لعيب يرفض او اللعيب يماطل في التجديد. النادي الاهلي الطبيعي جدا انت عندك لعيب مميز قبل العقد ما يخلص بسنه سنتين كمان، هو كان مجدد سنتين، فالطبيعي جدا اللي بيحصل اليومين دول مع احمد فتحي كان حصل قبل الموسم. بيدي فرصه للنادي الاهلي انه يوجد البديل، بيدي فرصه للنادي الاهلي انه لو عايز يقرص ودن اللاعب، اي لاعب مش احمد فتحي بس، بيقعده على الدكه شويه عشان يجس نبضه. هو النادي الاهلي مش مده فرصه لكل الكلام ده، هو اللاعب يا يا لا. نفس الكلام بالنسبه لوليد سليمان، بس وليد سليمان جدد، فالموضوع الى حد ما مستقر والموضوع جميله. لكن ما ينفعش يبقى عندي كنادي اهلي بنادي بقيمه النادي الاهلي وعنده لجنه واثنين وعشره خاصه في التعاقدات والتسويق و و و والى، لكن ما ينفعش ان انا يبقى اللعيب فاضل له شهرين وانا بقعد اجدد معاه وعقده بيخلص كمان شهرين. ده مش موجود في الكوره. انا مش عارف ازاي النادي الاهلي بيصبر لحد التوقيتات دي. يعني شايف ان ده قصور جدا طبعا، يعني لازم ياخدوا بالهم منه لان ده ممكن يقعوا في مأزمات اكتر الفتره اللي جايه. الانديه العاديه اميره، مش زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرقه الكبيره دي، لما بيكون عندك لعيب مميز قبل عقده ما بيخلص بسنتين، لو اتاخرت قوي بقعد سنه اكيد بجدد له قبل عقده بسنه. لكن ممكن يبقى النادي الاهلي انا مش عايز اجدد له، علشان انت عارفه لما بجدد له قيمه بتزيد من الوقت اللي انا ببدا فيه، فممكن يبدا فالاهلي يقول لك لا انا اوفر ده وهقعد وكده كده احمد فتحي مش هيسيبني او وليد سليمان مش هيسيبني او. لكن لا، نفترض ان اللعيب جاله عرض بره، جاله عرض داخلي، بيراميدز دلوقتي ظهر ما كانش موجود قبل كده. بيراميدز بيدفع عقود دلوقتي اكتر من النادي الاهلي، وده ما كانش موجود في الكوره ان حد بيدفع اكتر من النادي الاهلي. فدي تجربه جديده لازم الاهلي يبقى عامل في الحسبان. النادي الاهلي طبعا يقول لك انا لا نادي كبير مش فارق بالنسبه لي مين يقعد مين يمشي، اوكي لكن الاسماء يعني اللي هو النادي الاهلي ما بيقفش على لعيبه زي ما بيقول. دي حقيقه، النادي الاهلي نادي كبير ويعني شعبيه كبيره وما بيقفش على لعيبه، ويقدر يجيب مش عايز ادخل موضوع في احمد فتحي انا بدي مثل بيه، يقدر يجيب احسن من اي لعيب في الفرقه 100,000 مره بامكانياته وشعبيته كل الكلام ده. لكن لا يصح الا الصحيح، انت عندك لعيب مميز اقعد معاه قبل عقده مخلص بسنه عشان تقدر تدي نفسك براح في البديل. هل محمد هاني بقى يكمل؟ محمد هاني على فكره لعيب ممتاز، لعيب هايل، يعني ما اعتقدش ان الجبهه دي، انا شايف النادي الاهلي اصلا مش محتاج باك رايت. محمد هاني يكمل، وباسم علي في اعاره برضه لعيب ممتاز، فالنادي الاهلي انا شايف انه مش محتاج اتنين صغارين في السن يقدروا يدوا سنين قدام يعني.